الحمد لله، الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على النبي القرشي الخاتم. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. وأصلي وأسلم على خاتم النبيين وإمام المرسلين، خليل رب العالمين، قائد القر المحجلين، المبعوث بخير دين، الهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يقول الله جل وعلا في سورة النحل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هذه الآية يأمر الله جل وعلا فيها نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى ربه، وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله، وهذا ما بيّنه ربنا جل وعلا في سورة يوسف. قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال عليه الصلاة والسلام في خلال دعوته إلى الله جل وعلا: قال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقال صلى الله عليه وسلم: قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. وقال عليه الصلاة والسلام فيما أخرج الإمام مسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يردف معاذا على حماره، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى الله، وهي الدعوة إلى التوحيد وإلى العقيدة الصحيحة، وهذا ما كان يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك. لذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم أقواما كانوا يعبدون الأولياء وكانوا يعبدون الصالحين. المشركين الذين دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الصالحين، كانوا بيعبدوا في الصالحين، وصوا الشرك والكفر دخل من عبادة الصالحين. كان هنالك أولياء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان هنالك أولياء اللات والعزة وغيرهم من الأولياء، كما قال ابن عباس: اللات كان وليا صالحا والناس كان بيعبدوا، بنوا له تمثالا، وده ولي صالح باعتراف ابن عباس وبتفسير ابن عباس، كان ولي صالح، وكان يطعم الحجاج مجانا. فلما مات عكفوا على قبره وبنوا له تمثالا تخليدا لذكراه، زي ما الليله بيبنوا قبه، بعد ما الشيخ يموت بيبنوا له قبه، وما معروف صالح ما صالح، صالح ولي بتاع الله ولي بتاع الجن، ما معروف، لكن بيبنوا له قبة.
وزي ما الجماعة دلك بنوا قبة، زي ما دلك عملوا تمثال وصنم وعبدوا مع الله، الجماعة دلك لا بيعملوا قبب. القبب دي ممنوعة في الشريعة الإسلامية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال القبر لا يبنى عليه ولا يقعد عليه ولا يجصص. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تبني على القبور. شوف الليلة فيكم قبة في البلد دي، قباب كثيرة تبنى. وبعد يقول لك ديل أحباب رسول الله، كذاب، ديل أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه أحباب الرسول عليه الصلاة والسلام بيسمعوا كلامه: تعصي الرسول وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، إن كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. انت لو بتحب الرسول كان سمعت كلامه. النبي قال لك ما تبني على القبور. لذلك من حديث ابي الهياج الاسدي انه قال: الا ابعثك، قال: قال لي علي رضي الله عنه: الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الا تجد تمثالا الا كسرته، ولا قبرا مشرفا الا سويته، ولا صوره الا طمستها. النبي عليه الصلاة والسلام بعث عليا رضي الله عنه أن يزيل هذه القبور التي ارتفعت. وهذه القبور الآن يعتقد في أهلها وفي الذين يحمونها ويدعون إليها، يعتقد فيهم الصلاح وأنهم من أولياء الله. هؤلاء مخالفين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، معارضين لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يقول لك ده الأولياء. الدليل بس، أدينا دليل إنه أولياء. في دليل إنه أبوك الشيخ ولي، الله قال ولي. الأولياء اللي بيقولوا أولياء الآن، أولياء بالعلامة بالأعلام ساي، أولياء باليافتات، لا إله إلا الله محمد رسول الله فلان ولي الله. قال لك ولي منو؟ عندك دليل؟ أو تقول لي بأكل الكسرة؟ ما في ناس كتار أكلوا كسرة في عهد في 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 مكة. كان هنالك مشركا كان بياكل الطير، تعرف كان بياكل الطير في الجبل. خليك من الناس، يقول لك اكلوا الكسره، واكلوا الكسره انت فرحان كده؟ كان اكلك منديك بتعمل شنو يعني؟ فيم ده بيخد ال ده كان بياكل الطير، كان ياكل الطير، كان يذبح ويضع اللحوم وهذه البهائم على الجبال حتى يأكل الطير. خلي البشر، الطير كان بيأكله. في النهاية مشرك. ربنا قال: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. يقول لي أكل كسرة ومشرك، الكسرة بتعمل لي شنو يعني؟ مشرك ضل ناس كميات من البشر. قال لي: أنا بالحكم، وكان عندكم حاجة نادوني، أنا عرشها والكرسي أنا للسماء بانيها. دولي دولي بتاع إبليس، ما ولي بتاع ربنا سبحانه وتعالى. لأن ربنا قال: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. دل المؤمنين، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. طاغوت ده يتقال جنو طاغوت ابن عباس كما نقل ابن القيم، قال الطواغيت كثر كتار في البلد دي، ورؤوسهم خمسة، في خمسة أعرفهم ده تشوفوا تعرفوا طاغوت. قال أولهم إبليس عليه لعنة الله، ده طاغوت. نمرة اثنين قال: من عبد من دون الله وهو راب، ده زي أبوك الشيخ. جماعة بيجوا جارين يبروكوا لتي حتكر عينه ويسجدوا له ويشيلوا ميت الوضو، فهمت؟ ويجي ماشي في الشارع ساي، يجي ماشي لا يركب عربيته يشيل التراب بتاع العربية، والليستيك يمشي في الواطة يخم التراب المشي فيه والليستيك بتاع العربية بتاعت الشيخ، فهمت؟ ده طاغوت. وشايفهم تلقى يبشر يقدر يبوس له يدين ويكونوا واقفين صف باركين في الواطة، فهمت؟ ده يبوس يده تجي بعده مرة تبوس باركين، يجي اللي بعده يبوس صف طويل. ده عبد من دون الله وهو راض، لأنه الذل ده عبادة، فهمت؟ ده طاغوت. نمرة ثلاثة من الطواغيت: من ادعى شيئا من علم الغيب. قال لك أنا بعلم الغيب، ترى ده كثير جدا، فهمت؟ ناس كميات الآن بيقول لك نحن بنجيب الرايحة، فهمت؟ في القرى دي واحد تروح له حاجة يمشي الشيخ، يقول له أبونا الشيخ عندي بهايم راحن، يقول له خلاص جيب البياض بجيبين لك،
فهمت؟ ده طاغوت، لأنه ادعى أنه يعلم شيئا من علم الغيب، ده طاغوت. في واحد تاني بيقول لك أنا بعلم الغيب عديل، كما نقل ذلك محمد عثمان المرغني في كتابه فيوض البحور المتلاطمة، قال عن نفسه، قال: فمن تمسك بي أو حل في حرمي نال المرام بلا ريب وإشكال، أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالا. قال: أنا بعلم الغيب تفصيل وإجمال. وده طاغوت من الطواغيت الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم والذين حاربهم الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهمت؟ ادعوا إلى سبيل ربك، إلى سبيل ربك، إلى التوحيد بالحكمة. أيوة بالحكمة، دي ملخبطين فيها ناس كتار. الحكمة دي فهمت؟ الحكمة، الحكمة يا ناس هي ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما دعا إليه الرسل، الدعوة بالحكمة. بالحكمة ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هؤلاء الرسل وهؤلاء الأنبياء قد دعوا بالحكمة. ربنا قال: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة. يبقى الله أدى النبيين الحكمة. طيب النبيين دي كانوا شغالين كيف؟ ما انت هسه لما تتكلم في مسجد وتحذر من الشرك والكفر والضلال يجيك واحد يقول لك: يا اخي ادعو بالحكمه، ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. ده طبعا اخو مسلم او واحد من الافرخه بتاعتهم، من افراخ الاخوان المسلمين، ودي الكتار بيجيك عليهم اصلاح مركز عام، فهمت؟ ما بعرف ليك جمعيه، واحد مرضان هناك في شنبات، ده كلهم افراخ بتاع اخوان مسلمين، كلهم عباره عن اخوان مسلمين افراخ، فهمت؟ يقول لك بالحكمه. الحكمه دي شنو؟ الحكمه هي وضع الشيء في موضعه، دي الحكمه. الحكمه انه المشرك تقول له مشرك، بيقول الموحد تقول ده موحد، السنة تقول دي سنة، البدعة تقول دي بدعة، دي الحكمة كده. فهمت؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى التوحيد، دعا إلى التوحيد وكان ذلك من الحكمة، وحارب الطواغيت وكان ذلك من الحكمة. من الحكمة إنك تتكلم في الشرك والكفر والضلال. فهمت كلامي؟ بأسماء أو من غير أسماء، كلها حكمة. فهمت كلامي؟ ممكن تتكلم بأوصافه، تقدر مصلحة معينة، ونحن نعرف تقدير المصالح والمفاسد. فهمت؟ ما تذكر اسم في حتة معينة، وفي حتة معينة تذكر اسم. والأصل أن ذكر الأسماء واجب ولا يترك إلا لمفسدة. من الحكمة إنك تتكلم في الشرك، تتكلم في القبب المبنية دي، لأنه دي كلها نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمت؟ اتكلم في هذه القباب وهذه الأضرحة. ومرات ممكن نتكلم ما نجيب لك اسم، لكن المسجد ده كله يفور، أي مرضان بتحرق بتولع في نار جوا بطنه. فهمت كلامي؟ ده ما مرضان عنده عقيدة بالشيخ، نقول له نادي الله، ما تنادي الشيخ، ما جبنا اسمه، يكورك ويقوم يقعد. ويقوم لك مرات واحد عنده دقن عديل مرضان، في ناس عندهم دقون مرضانين برضه، يقول لك بالحكمة. ما هكذا بالحكمة. الحكمة إنك تضع الشيء في موضعه، دي الحكمة. من الحكمة إنك تذكر أسماء المبتدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أسماءهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لي بكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. ده ما اسم. من الحكمة إنك تجيب الاسم ده، فهمت؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بالحكمة. لو قلت لي ذكر الأسماء ما من الحكمة، يبقى أنت اتهمت النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يدعو بالحكمة. الرسول ذكر بالحكمة وذكر أسماء. قل لك يا أخي ده مشرك. طيب نديك مسلم، النبي ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام. أيضا في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كذب أبو السنابل. جاب اسمه أبو السنابل، ده صحابي جليل، أخطأ في مسألة فقهية فخطأه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر اسمه. يبقى ذكر الأسماء ده من الحكمة، كويس؟ ده من الحكمة. وقد أجمع العلماء على أن ذكر الأسماء واجب، واجب.
كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قال: وأما إذا أظهر الرجل المنكرات وجب الإنكار عليه علانية ولم يبغ له غيبة. واجب، فهمت؟ ذكر أسماء واجب، وده من الحكمة، من الحكمة إنك تذكر أسماء المضلين والمجرمين، أضللوا الأمة وضللوا الناس باسم التصوف واسم الصلاح واسم الذكر، ضيعوا كثير من عقائد المسلمين وعبدوهم لتراب، عبدوهم لعظام بالية لا تنفع ولا تضر، بل ولا تملك لك كشف الضر. قال الله جل وعلا: إن الذين يدعون من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، ما يقدر يكشف الضر عنكم ولا يحول منك ليزول تاني، لا يستطيع. ربنا قال: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، ما عنده حاجة. لذلك من الحكمة الكلام في هؤلاء وذكر أسمائهم. أنا أديتك أدلة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ومن كلام العلماء كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. من الحكمة إنك تهين ديل وتذلهم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، بالحكمة إنك تذل المشركين والطواغيت. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الأعراف، ربنا قال: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. دل ربنا سبحانه وتعالى قال عن الذين اتخذوا العجل، قال سينالهم غضب وذلة، وما وقف الله على هؤلاء، قال وكذلك نجزي المفترين. لذلك لما سئل أحد السلف أن هذه الآية إنما نزلت في أصحاب العجل، قال وكذلك نجزي المفترين. بقية الآية أن كل مفتر وكل طاغوت يذل ويهان، وهذا ما كان يفعل كما نقل غير واحد، أنهم اتفقوا على إذلال. وقد قال ابن بطة قال وقد أجمعوا كذلك، ده يجمع عشان ما يجيك زول مسكين ساي يكون إصلاح ولا تابع للمركز ولا مرضان، فهمت؟ يقول لك ما من الحكمة، أنا أوريك الحكمة دي زاف. قال وقد أجمعوا كذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم والتقرب إلى الله بمجانبتهم ومهاجرتهم. ابقى زلة المشركين وزلة المبتدعة دي من الحكمة، عشان ما يجيك زول ساي يكون ما فهم الحاصل، يكون بيرجف ذاته تلقى خايف بيرجف، فهمت؟ يقول لك يا أخي ما تذكره، دي ما حكمة. والحكمة، الحكمة إنك تتكلم في المشركين ديل وإنك تشتد عليهم وإنك تذلهم، وهذا من الحكمة التي دعا إليها الرسل. ربنا سبحانه وتعالى قال: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، ديل يذل ويهانوا. فكذا ربنا قال عن بعض الناس، ربنا قال ألم قال ربنا سبحانه وتعالى: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. أسد تقول كلب ليه مشرك؟ يقول لك بالحكمة يا أخي، ما حكمة ده بقول كلب وحمار. طيب ما ربنا قال كلب؟ والآية دي نزلت في زول في بشر يعقل، ربنا أداه الآيات وعلمه الدين فانسلخ منه وفارق الدين من أجل الدنيا ومن أجل المال ومن أجل أن يأخذ وأن يجد حظا من الدنيا، فشبهه الله بالكلب. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يبقى ذكر الغاب دي كلب أو حمار أو غيره دي من الحكمة، ما يجيك زول يغشك حالك دقن ولا بيدقن، يقول لك دي ما حكمة. من الحكمة إنك تتكلم في الناس دي وتذلهم وتهينهم، وهذا ما قاله الله جل وعلا وما أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن بالقرآن، إن ربك أعلم بمن ضل عن سبيله
وهو أعلم بالمهتدين. أنا أكتفي بهذا القدر، وأقدم أخونا فارس فليتقدم مجزيا مشكورا.